الأول أهلا بيكم، عاملين إيه؟ كله تمام الحمد لله والشكر لله. خليني هكمل معاك في اسكندرية بالمناسبة، بس المرة دي مهرجان اسكندرية السينما. أنا المهرجان ده أنا أحبه جدا. زمان قوي أول ما اشتغلت مذيع كنا سنة 98 أول مرة دخلت هذا المبنى العظيم ماسبيرو. أنتوا مش متخيلين يا جماعة حجم الهيبة بتاعت المبنى ده في أول يوم دخول لي. وبعد غياب سنين وجيت اشتغلت تاني هنا، يعني لما جيت في ديسمبر 2020، فغياب بقى فترة كده ورجعت. فلو أنا راجع داخل برضو هي نفس الإحساس، عارف أنت يا أخي أنت عليك هيبة أو المبنى ده ليه هيبته. مهم، فلما جيت اشتغلت هنا فكان تحضيرات بتاعة دورة من دورات مهرجان اسكندرية، كانت سنة 98 أو 99. حلو، فطلعت مراسلا للفضائية المصرية لتغطية المهرجان. كان مين المخرج بتاع الرسالة؟ صديقي العزيز جدا المخرج والمنتج طارق فهمي. فسافرنا أنا وطارق وزمايلنا علشان نغطي. فطبعا انا بالنسبه لي انا اسكندريه طول عمري من وانا طفل صغير اروح اسكندريه عند خالي نجيب الله يرحمه يا رب، ماما تاخدنا ونروح وحاجات زي كده وبتاع، والصيف بتاع اسكندريه والمعموره والعجمي وما الى ذلك. فاسكندريه بالنسبه لي حاله عظيمه جدا جدا يعني. وبعدين رحت بقى علشان نغطي المهرجان وحاجات زي كده، فحبيت مهرجان اسكندريه حب مهني بالمناسبه. وبشوف دايما انه الافلام بتاعت مهرجان اسكندريه دي بتبقى افلام على درجه عاليه جدا. وانا اتذكر انه في سنه من السنين اللي صمم البوستر بتاع المهرجان كان دكتور صلاح عناني التشكيلي العظيم يعني، وهو صاحب خالي محمود، فصحاب واصدقاء من ايام الكليه وكلام من ده. فانا فاكر كويس جدا لو انا متذكر البوستر بتاعه. فلما لقيت انه المهرجان في الدورة الجديدة معمول له تصميم للبوستر بطبيعة الحال، يعني لازم كل سنة او كل دورة بيبقى فيه تصميم جديد للبوستر وما الى ذلك. حلو، فتعمل تصميم رائع للبوستر. بص بقى، مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي السينمائي لدول البحر المتوسط. المهرجان مش دولي بس هو لانه الشارة الدولية دي حاجة تانية. كويس، والسنة دي الدورة باسم الفنان كبير نجمنا محمود حميدة. بص بقى ايه البوستر تصميمه عامل ازاي. قلعة قايتباي الشهيرة، مركب الصيد الاسكندراني الشهيرة، بص الصور ست زينات صدقي الله يرحمها، عبد السلام النابلسي، عبد الفتاح الأسري، علي الكسار، نجيب الريحاني، اسماعيل ياسين، عادل امام، سمير غانم، نجوم الكوميديا، استاذ نجيب الريحاني المدرسه، استاذ فؤاد المهندس المدرسه، ايه ده مريم منيب، عبد المنعم مدبولي، هنيدي. تصميم رائع يصممه عمرو فهمي، تصميم فنان تشكيلي عظيم، فنان كاريكاتيري رائع. عمرو معانا على التليفون، ايه الحلاوه دي يا عمرو؟ والله يوسف انا عمال اسمعك وانا في غنى ان انا اتكلم، انا اقعد كده تلفيز واسمعك وانت بتتكلم وبتشرح، فده يبقى منتهى السعاده بالنسبه لي. لا املك الا الكلمات وانت تملك ما هو اجمل، الالوان والريشه. الله عليك والله العظيم، يعني وحشني جدا. اولا مشتاق من زمان ومن سنين جدا ودايما جداً. متالق ودايما مبدع ودايما بتابعك. ده انا يا بخت سعيد جدا برايك ده في البوستر يا مهرجان. يا بخت يا عمرو، خلي بالك انا دايما من انصار المثل الصيني الشهير، رب صوره تغني عن الف كلمه. في حالتك اقول لك تغني عن الف 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 كلمه. حلو قوي يا عمرو قوي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. انا من الصبح الناس عماله تكلمني، ومن ساعه ما اعلنوا عن البوستر والقنوات اللي بتسجل معايا اللقاءات، انا بكلمني الامير اباظه مدير المهرجان طبعا، بيقول لي انا مش مصدق اول مره الناس، يعني اتمنى ان المهرجان يبقى
فيه الراودة والكلام ده كله زي البوستر يعني. لا لا لا، هيبقى المهرجان حلو والبوستر حلو، هيبقوا مكملين لبعض. دايما اللي بيرسم يا عمرو، وبالذات اللي بيرسم بوستر عنده فلسفة، يعني اللي بيرسم عموما كاريكاتير عنده فلسفة، ده طبيعي، عنده وجهة نظر. طبعا وجهة نظر وفلسفة، يعني بجد في فلسفة من وراء الرسمة حتى لو ما عليهاش كلمة. يعني انت بص انت عامل ايه، انت رسمت، ويمكن الكلمة الوحيدة الريس أباري. ايه وجهة النظر والفلسفة بتاعت البوستر ده عمر؟ يعني هو طبعا انا شرفت لما هم كلفوني ان انا اعمل البوستر ده، خاصة انا اسكندراني. فاسكندرية، اسكندرية عشان ترسم طبعاً. اسكندرية وترسم المجموعة دي هتحطها فين؟ نجوم الكوميديا وهم اساسا الضيوف، او اللي هم ضيوف الشرف بتاعت المهرجان، مهداه ليهم نجوم الكوميديا يعني. اخيرا مهرجان اسكندريه انصفهم، فبالتالي قلت لازم اللوكيشن يبقى مركب صيد زي ما حضرتك قلت كده، الصندل ده فتبقى المركب كده موجود وليها دور تاني. فاستغلت الدور التاني او التسطيح ده، قعدت عليه بقى اسماعيل ياسين من فيلم ابن حميدو، برضه ماشي مع اسكندريه والمهرجانات طبعا، ماسك المنظار بتاعه الشهير في الفيلم بتاع ابن حميدو. اقتبست حتة من وحي تايتانيك، قصة الحب الشهيرة بتاعت شارع الحب اللي هي زينات صدقي. زينات صدقي وعبد السلام النابلسي طبعا، فهي واقفة حصاب الله الرابع عشر، المركب في المقدمة وفتح ايديها كده زي روز، بقت روز صدقي وبقى جاك النابلسي ماسكها كده بطريقته اياها دي. فادت الفيل ان انا اخترت ان انا اعمل، انا طبعا برسم بورتريه طبيعي كلاسيك، لكن طبعا الحاله دي مع الروح دي محتاجه الكرتون، محتاجه الكاريكاتير عشان يبقى فيه وجهه نظر ساخره. فاخترت باب شرقي اللي هي المكان اللي موجود فيه الناحيه الثانيه كده، قلعه قايتباي. ايوه، على اساس انها رمز من رموز اسكندريه، فلازم تبقى موجود في التكوين يعني. والمجموعه كلها موجوده. حبيت طبعا انتقي مجموعه، لان كل واحد بيحب ممثل او ممثله بيقول لي هو فين؟ يعني فين سعيد صالح؟ طب ما انا واخد عادل امام. يعني فين احمد حلمي؟ من واخد هنيدي. فين ستيفان روستي؟ طب ما انا واخد عبد السلام النابلسي. طب فين؟ معلش قلت لهم دي هتبقى تايتانيك بجد وهتغرق. اصل سفينه الفن او سفينه رهيب. السينما المصريه وسفينه الكوميديا المصريه لو حاولنا نملاها مش هنلاقي سفينه تلم كل ده. لا صعب جدا، صعب. وفي نفس الوقت خدت بقى طبعا الرئيس حنفي برضه مربوط باسكندريه في الافلام يعني وكده. خلاص كانت توليفه كانت لطيفه جدا. حضرتك بتسال على الرئيس اباني، ده كاركتر عاملاه هيئه تنشيط السياحه في اسكندريه، لكن طبعا انا مش راسم الكاركتر نفسه، لكن واخد الاسم الرئيس اباني. صح، يعني حاجه كده تسويقيه عن مدينه اسكندريه. ففي النهايه بقى في الحكايه دي، لان هو طبعا المنسق او اللي هو البوستر ده حاجه دعائيه موجوده من القرن الماضي، قبل ما يبقى في تلفزيون اساسا، وقبل ما في تواصل اجتماعي والبرامج الحلوه اللي هي بتجيب توب 10 والحاجات دي. كان هو تعريف الفيلم او اي حاجه زي كده بتبقى من خلال البوستر، عشان بيبقى فيه جذب الناس المشاهدين يعرفوا المحتوى. يعني هي ثقافه بصريه لحد كبير، تعرف ايه اللي موجود وايه المحتوى من خلال البوستر، تدخل الفيلم حاجه بتجذبك، سواء البطله بقى تبقى موجوده او اللوكيشن نفسه تلاقي حته حرب او حته رومانسيه او فبيبقى البوستر شيء مهم جدا في العمل الفني. صحيح، طبعا البوستر ارتبط اكتر واتشهر بالافلام جدا. فالحمد لله ان هو كان موفق وطلع بالشكل اللائق ده، اللي هو يعني عجب الناس بشكل الحمد لله. يعني كان فعلا هو عجبك، ده شيء هو جميل. هو لا يا اخي، العفو العفو، ده النهارده مبسوط. فاكر زمان كنت بشوفك يقول لك اهدى شويه يا يوسف. ايوه، احنا عايزينك يا حبيبي. لا نستطيع الانكار. طول عمرك دوري ومناضل وليك وجهه نظر. لا لا، العفو العفو العفو، ربنا يخليك. رائع وجميل، اقل يعني. اقل حد في الكل الحقيقه بجد. لا، يعني انتوا دايما الاحسن والافضل والاعظم وفي مقدمه الطليعه لو صح التعبير. يعني عمر حقيقي بجد كل التهنئه على بوستر جميل ورائع يليق بجد على مهرجان اشوفه دايما مهم، مهرجان اسكندريه. فيا بختنا بالريشه بتاعتك في الدورة 38 بجد والله. كل التوفيق دايما. وصحيح احنا مش بعض من زمان، فده اكيد تقصير ليا. آن الأوان وقد يعني ملأ الشاي برأسي في أنه الواحد يعيد دائما الاتصال واللقاء بأصدقائه الحلوين الجدعان الفهمانين اللي مفعمين بالفن وبالأفكار. بجد أنا بشكرك جدا مرة تانية عمرو بشكل شخصي، وبشكرك بشكل عام أو أكثر عمومية كمن يعني كمذيع تلفزيوني، وبشكل عام إن احنا كمصريين بنحب نشوف دايما قد إيه مصر
مصر طول الوقت طول الوقت قادرة إنها توري لك استعراض حقيقي لعضلاتها في الفن وفي الثقافة وفي الفكر. مصر بطل العالم في الحضارة. يا خبر، هو في حد ينفع ياخد مستر أوليمبيا من بدء الخليقة ليوم الدين؟ لا، مصر ينفع.